السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غنصحوا فيه التمرين حول دراسة الدالة. وصلنا الآن المسألة رقم 4. بالنسبة للتمرين غنصحوا هو هذا اللي قدامكم. لدينا اف الدالة العددية المعروفة على ار بي مالي اف لي اكس يساوي 1 ناقص 1 على 2 اكس ناقص 2 على اكسبونونسيال اكس زائد 1. السؤال الأول نتبع هذا اف لي اكس يساوي 1 ناقص 1 على 2 x ناقص 2 على اكسبونونسيال x زائد 1. السؤال الاول احسب الليميت اف لي اكس في موال انفيني و بلس انفيني. احسبوا الليميت اف لي اكس x طونفير موال انفيني يساوي الليميت 1 ناقص 1 على 2 x ناقص 2 على اكسبونونسيال x زائد 1 يساوي ناقصكم تكونوا ضابطين النهاية الاعتيادية للإكسبونونسيال. بالنسبة للنهايات خصكم تكونوا ضابطينهم مزيان. ليميت إكسبونونسيال إكس في موال إنفيني يساوي صفر، من هنا صفر زائد واحد كيبقى واحد، اثنان على واحد هي اثنان، ها اثنان، هنا واحد على اثنان إكس هي موال إنفيني، مع المجموعة هي بلس إنفيني، إذا يعني النهاية كلها كتساوي بلس إنفيني. وخصكم ديروا تعليل الجواب، دائما خصكم ديروا تعليل. ليميت لأن ليميت ديال اكسبونونسيال اكس يساوي صفر، اكس يؤول الى موال انفيني، و ليميت ديال ناقص واحد على اثنان اكس يساوي بلس انفيني. هذا هو تعليل الجواب. بالنسبة لليميت بلس انفيني، ليميت اف لإكس اكس يؤول الى زائد ما لا نهاية يساوي ليميت ديال واحد ناقص واحد على اثنان اكس ناقص اثنان على اكسبونونسيال اكس زائد واحد، اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه تساوي بالنسبه لليميت ديال اكسبونونسيال اكس زائد ما لا نهايه تساوي زائد ما لا نهايه، واحد زائد واحد هي زائد ما لا نهايه، اثنان على زائد ما لا نهايه صفر، هنا العدد كيعطينا صفر، هنا واحد على اثنان اكس هي بلس انفيني، مع هاد المجموعه هي موال انفيني. النتيجة كتساوي موال انفيني لأن ليميت اكسبونونسيال اكس تساوي بلس انفيني و ليميت ناقص واحد على اثنان اكس يساوي موال انفيني. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني بين أن اف دالة فردية. ثانيا نبين ان اف دالة فردية. بالنسبة للشروط ديال الدالة الفردية كاين جوج شروط، دائما باش ندرسو الزوجية ديال واحد الدالة سنتحققو من جوج الشروط، الشرط الاول والشرط الثاني. بالنسبة للشرط الاول خص تكون مجموعة التعريف متماثلة بالنسبة للصفر. شنو كيعني متماثلة بالنسبة للصفر؟ ان لكل اكس من ار اي عنصر خديناه من ار المقابل ديالو كذلك ينتمي الى ار، ان ناقص اكس كينتمي الى ار، ان لكل اكس من ار ان ناقص اكس كذلك ينتمي الى مجموعه ار. هذا هو ان مجموعه ار متماثله بالنسبه للصفر، اي عدد حقيقي له مقابله كذلك عدد حقيقي. هذا بالنسبه للشرط الاول. الشرط الثاني لكل اكس من ار اللي هو مجموعه التعريف ان اف لناقص اكس يساوي ناقص اف لإكس. هذا هو الشرط الثاني للدالة الفردية، اف لناقص اكس يساوي ناقص اف لإكس. وبالنسبة للدالة الزوجية تيكون نفس الشرط الأول، وبالنسبة للشرط الثاني تيكون اف لناقص اكس يساوي اف لإكس، الشرط ديال الدالة الزوجية. إذا باش نبينو أن اف دالة فردية خصنا نتحققو من هاد جوج الشروط هادو. بالنسبة للشرط الأول راه محقق لأن مجموعة التعريف هي ار، و ار تكون فيها محقق دائما الشرط الأول، لكل اكس من ار ناقص اكس ينتمي إلى ار، لكل اكس من ار لدينا ناقص اكس ينتمي إلى ار. بالنسبة للشرط الثاني لكل اكس من ار لدينا، غنحسبو الآن اف لناقص اكس. باش نحسبو اف ناقص اكس غنعوضو اكس بناقص اكس، فين ما كان اكس نديرو بلاصتو ناقص اكس، هي واحد ناقص
يعني هنا زائد الى عوضنا اكس بناقص اكس هيولي ناقص اكس مع هذا الناقص هي زائد، يعني زائد واحد على اثنان اكس ناقص اثنان على اكسبونونسيال ناقص اكس زائد واحد تساوي هنا اكسبونونسيال ناقص اكس هو واحد على اكسبونونسيال اكس واحد زائد واحد على اثنان اكس ناقص اثنان على واحد على اكسبونونسيال اكس زائد واحد. إذن السؤال ديال الكتابة هذه نحدو المقام هنا هي واحد زائد واحد على اثنان اكس ناقص اثنان على المقام واحد هو اكسبونونسيال اكس غندير واحد زائد اكسبونونسيال اكس يساوي عندنا عدد على كسر عندنا هنا ا على بي على سي يساوي ا مضروبة العدد الاول مضروب في مقلوب الكسر الثاني اللي هو سي على بي يساوي ا مضروبة في سي ا مضروبة في سي على بي ا مضروبة في سي على ا سي على كنطلعوا هذا البسط يساوي واحد زائد واحد على اثنان اكس زائد يعني هاد الاكسبونونسيال طلعوا هذا البسط اللي هو اثنان اكسبونونسيال اكس على واحد زائد اكسبونونسيال اكس خصنا نزيدو نبسطو هاد الكتابة هادي تساوي هنا عندنا ناقص ناقص زائد باش خصنا واحد الاختزال هنا باش نختصرو هاد الكتابة هادي باش نبسطوها هنا عندنا واحد زائد اكسبونونسيال اكس خصنا نلقاو بحالو في البسط باش يكون واحد الاختزال يعني الطريقة باش يكون عندنا واحد زائد اكسبونونسيال اكس في البسط عندنا ديجا اثنان اكسبونونسيال اكس غادي نزيدو اثنان ونقصو اثنان علاش غادي نزيدو اثنان ونقصو اثنان حيت الا كان عندنا اثنان اكسبونونسيال اكس الا زدنا اثنان ونقصنا اثنان غناخدو هادي اثنان اكسبونونسيال اكس زائد اثنان الا عملنا باثنان غيكون عندنا اثنان عامل اكسبونونسيال اكس زائد واحد وحنا لقينا داكشي اللي كاين في المقام كيتعاود في البسط غيكون عندنا واحد الاختزال يساوي واحد زائد واحد على اثنان اكس ناقص هنا قلنا ا زيرو اثنان ونقصو اثنان اثنان اكسبونونسيال اكس زائد اثنان ناقص اثنان على واحد زائد اكسبونونسيال اكس تساوي واحد زائد واحد على اثنان اكس ناقص ناقص انا غادي نعملو هنا باثنان اثنان عامل لي اكسبونونسيال اكس زائد واحد ناقص اثنان على واحد زائد اكسبونونسيال اكس يساوي وغادي نفكوا هذا الكسر هنا غادي نفكوا هذا الكسر هنا حل عندنا هنا ا ناقص بي على سي هو ا على سي ناقص بي على سي يساوي واحد زائد واحد على اثنان اكس ناقص يعني الى 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 فرقنا هذا الكسر هنا يكون واحد الاختزال ديال اكسبونونسيال اكس زائد واحد مع اكسبونونسيال اكس زائد واحد غيبقى عندنا فقط اثنان ناقص اثنان هاد ناقص مع هاد ناقص هي زائد زائد اثنان على واحد زائد اكسبونونسيال اكس يساوي هنا واحد ناقص اثنان هي ناقص واحد ناقص واحد زائد واحد على اثنان اكس زائد اثنان على واحد زائد اكسبونونسيال اكس غنلاحظو معايا مزيان ان اشنو هي العلاقة بين هاد التعبير اللي لقينا في الاخر وبين التعبير ديال الدالة اف يعني متقابلين هنا ناقص واحد هنا واحد هنا زائد واحد على اثنان اكس ناقص واحد على اثنان اكس زائد اثنان على واحد زائد اكسبونونسيال اكس هنا كاين ناقص الى عملنا هنا بناقص تساوي ناقص بين قوسين واحد زائد قلنا ناقص واحد على اثنان اكس ناقص اثنان على واحد زائد اكسبونونسيال اكس يساوي ناقص اف لي اكس اذا لقينا ان اف لي ناقص اكس يساوي ناقص اف لي اكس إذا الدالة F فرضية إذا F دالة فرضية هذا بالنسبة للسؤال رقم جوج بالنسبة للسؤال الثالث واحسب F بريم X لكل X من R واستنتج أن F تناقصية على R ثالثا باش نحسبوا F بريم X هنا عندنا أن F قابل للاشتقاق لأنها مجموع دوال قابل للاشتقاق الدالة F قابلة للاشتقاق على R لأنها
عبارة عن مجموع دوال قابلة للاشتقاق على R، دوال قابلة للاشتقاق على R. ولدينا لكل X من R، لكل X من R F قيم ل X يساوي 1 ناقص 1 على 2 X ناقص 2 على إكسبونسيال X زائد 1 بريم. الاشتقاق ديال 1 يساوي 0، الاشتقاق ديال 1 على 2 X هو 1 على 2 هو ناقص 1 على 2، يعني مع هذا ناقص هذه هي ناقص 1 على 2 ناقص الاشتقاق ديال 2 على إكسبونسيال X زائد 1، غنستعمل فيها هذه القاعدة هذه 1 على F. الاشتقاق ديال 1 على F هو ناقص F بريم على F أس 2، حيث واخا كاين 2 هنا غنديرو 2 نضربها في 1 على إكسبونسيال X زائد 1، ناقص 2 نضربها بحال عندنا هنا 2 في 1 على إكسبونسيال X زائد 1، وهذه 1 على إكسبونسيال X زائد 1 هي غاشا نطبقو هاد القاعدة هذه، ناقص المقام بريم يعني إكسبونسيال X زائد 1 بريم على إكسبونسيال X زائد 1 أس 2 يساوي ناقص 1 على 2 ناقص مع ناقص هي زائد زائد الاشتقاق ديال إكسبونسيال X هو إكسبونسيال X نفسه، والاشتقاق ديال 1 هو 0، كيبقى عندنا هنا إكسبونسيال X نضربها في 2، يعني 2 إكسبونسيال X على إكسبونسيال X زائد 1 أس 2. هنا غادي نوحدو المقام باش تبان لنا الإشارة، كاينش الإشارة ما بيناش من هذا التعبير هذا، لا بد خصنا نزيدو نبسطو حتى يكون التعبير مبسط باش تبان لنا الإشارة ديال F بريم X. المقام الموحد هو 2 في جذع المقامين، 2 عامل لإكسبونسيال X زائد 1 أس 2، غادي نضربو في إكسبونسيال X زائد 1 أس 2، وغادي نضربو هنا غادي نضربو في 2، يعني ناقص بين قوسين إكسبونسيال X زائد 1 أس 2 زائد هنا غادي نضربو في 2 4 إكسبونسيال X يساوي المقام هو 2 عامل إكسبونسيال X زائد 1 أس 2، غادي نشرو هاد المتطابقة الهامة هي ناقص بين قوسين إكسبونسيال X كل أس 2 هو إكسبونسيال 2 X زائد 2 إكسبونسيال X زائد 1 زائد 4 إكسبونسيال X يساوي المقام دائما 2 عامل إكسبونسيال X زائد 1 أس 2. هنا غادي نشرب ناقص، غنغيرو الإشارة، ناقص إكسبونسيال 2 X ناقص 2 إكسبونسيال X ناقص 1 ناقص 4 إكسبونسيال X يساوي 2 عامل إكسبونسيال X زائد 1 أس 2 ناقص إكسبونسيال 2 X ناقص 2 إكسبونسيال X هنا زائد هنا كاين زائد زائد 4 إكسبونسيال X هو زائد 2 إكسبونسيال X ناقص 1 يساوي بالنسبة للمقام موجب. إذا إشارة F بريم X هي إشارة البسط، نشوفو البسط واش ممكن نزيدو نبسطوه شوية. عندنا ناقص إكسبونسيال 2 X زائد 2 إكسبونسيال X ناقص 1، يعني بحال المتطابقة الهامة خاصنا نعملو بواحد الناقص. إذا عملنا هنا البسط بناقص ناقص بين قوسين إكسبونسيال 2 X ناقص 2 إكسبونسيال X زائد 1 على 2 عامل إكسبونسيال X زائد 1 أس 2. بالنسبة هنا إكسبونسيال 2 X راهو إكسبونسيال X لكل أس 2، ناقص 2 إكسبونسيال X زائد 1 تساوي ناقص هذه متطابقة هامة إكسبونسيال X ناقص 1 كل أس 2 على 2 عامل إكسبونسيال X زائد 1 أس 2. هنا بالنسبة للمقام موجب قطعا، أن في إكسبونسيال X زائد 1 أس 2 يعني موجب قطعا، وهنا البسط هذا المربع موجب مع هذا الناقص يعني سالب، يعني أصغر أو يساوي صفر، لأن كاين عدم. فاش كاين عدم هذا البسط؟ كاين عدم، يعني في داكشي فاش كاين عدم إكسبونسيال X ناقص 1، يعني نحلل هذه المعادلة هذه إكسبونسيال X ناقص 1 كل أس 2 يساوي صفر، يعني إكسبونسيال X
ناقص واحد يساوي صفر، يعني اكسبونونسيال اكس يساوي واحد، يعني اكسبونونسيال اكس يساوي واحد، شحال كيساوي اكس؟ اكس يساوي ln واحد، ln واحد يعني اكس كيساوي صفر. إذا الدالة المشتقة كتنعدم في صفر، كتنعدم في صفر، وهي كلها أصغر قطعة من الأصغر أو يساوي صفر. إذا بما أن المشتقة أصغر أو يساوي صفر، إذا الدالة F تناقصية، إذا F تناقصية على R. هذا بالنسبة للسؤال ثلاثة. بالنسبة للسؤال الرابع، يعطي جدول التغيرات الدالة F، نرسمو جدول التغيرات. رابعا، جدول تغيرات الدالة F. X F prime de X هنا F de X الدالة معرفة على R هي موالا لفيني بلس لفيني. بمعنى أن الدالة المشتقة كتنعدم في الصفر، أن هاد التعبير كينعدم داكشي فاش كينعدم البسط، كينعدم البسط في الصفر، هنا غنديرو هنا صفر، يعني بقا كتنعدم راه كتحافظ على الإشارة. ناقص ناقص، أن التعبير هذا سالب، ناقص ناقص، المربع موجب على الناقص يعني سالب، والدالة تناقصية. لقينا في ليميت بلس انفيني في موالا انفيني لقينا فيها كتساوي بلس انفيني، وليميت بلس انفيني لقينا فيها موالا انفيني. هذا هو جدول التغيرات ديال الدالة F.